يلا قولي جانفي. جانفي قلتيلهم؟ لو سمحتي خبريهم بسرعة، أنا كتير متحمسة وبدي أعطيهم الحلوان مشان يباركولي على هالخبر، لو سمحتي. جانفي قليلهم يلا. بالحقيقة نيشا طلعت حامل. وانت رح تصير بابا. انا كتير مبسوطة. انت ما كان بدك حدا يعرف قبل ما يمضى 3 شهور، بس الشهر الرابع بلش، هلأ صار فينا نخبرهم. تفضلي عمتي. بالسلامة. مبروك. شو صار؟ كأنه انتو ما انبسطتوا لي ابدا؟ لا مو هيك، معقول يعني؟ كتير مبسوطين، بتمنى تولدي بالسلام. شكرا كتير عمتي، الصراحة أنا تعبانة شوي ولازم أتسطح. أكيد. جانفي، نيشا إمتى خبرتك عن حملة؟ قولي لنا جانفي. جانفي، احكي شو اللي عم بيصير؟ اسمعوني شوي، أنا رح أخبركم كل شي بس مو بهذا الوقت، بعدين بدي تعطوني شوية وقت. أنا تعبت كتير من هالتمثيلية هي. بمحاولتنا لحتى ننقذ نيشا نحن عم نعيش الكذبة وعم نصدقها كمان. شو هالمنطق هاد؟ كلنا منعرف انه نيشا مانا حامل، طيب ليش عم نكذب؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة